السلام عليكم، معاكم احمد حسين. ان شاء الله الفيديو النهارده هنعمل سيميليشن كونسول، وعملنا اوشن ويفز حوالين سلندر. نعتبر ان السلندر دي في نص الميه وقاعد بيمشي عليها اوشن ويفز بالشكل ده. طبعا هو الشكل ده هيبقى، انا ممكن ارسمه لكم، هيبقى اللي هو عامل زي ويفز كده، بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل وهكذا لغايه لما تمام. يعني ممكن بتبتدي اول حاجه بزيرو، بعد كده بتبدا تزيد ثم تقل زيرو، ثم تبدا وتزيد ثم تقل بزيرو كده تمام. فبالتالي هيبقى عندنا زي ساين ويف كده، بس ابسوليوت ساين ويف، لان الساين ويف بتبقى ليها موجب وسالب. انا عايز موجب بس، فبالتالي هخليها اللي هو تبقى كده تمام. فتعالوا كده ايه، نشوف مع بعض ازاي نقدر نعملها. ده شكل ال 3D بتاعها، ودي طبعا دايمنشنز انا كنت عملتها اوريدي. هفتحها لكم. ده كان شكل الجيومتري بتاعتنا. طبعا انا اشتغلت هنا 2D، لان انا خدت سيكشن بس للسلندر، وده اللي مهم عندي، اللي هو يعتبر بتاع الووتر تمام. دي بيبر المفروض احنا خدنا المثال منها. تعالوا نشوف مع بعض كده المفروض الفورس اللي هتبقى على السلندر. ده شكل الفورس اللي هتبقى على السلندر. عايزكم برضه طبعا دي معمول لها نون دايمنشناليزيشن، بس عايزكم تبصوا عليها، لان ده اللي المفروض نطلعه. حاجه كده زي ساين ويف برضو للدراج فورسز، الفورس اللي في اتجاه الاكس، لان هي ده الاساس، هو ده اللي بيأثر اكتر حاجه على السلندر دي، مش الليفت يعني. فتعالوا كده نشوف مع بعض ازاي نقدر نعملها. احنا هنبتدي اول حاجه نفتح، انا هعمل واحد جديد خالص تماما. هعمل نيو موديل ويزرد، ثم 2D، ثم اختار من هنا اكوست، مش اكوستكس بقى، لا احنا شغالين فلويد فلو، فهختار فلويد فلو سنجل فيز، لان انا هشتغل ووتر بس. واختار لامينر كمان وهعمل اد. وبعد كده اروح على الاستادي، انا هشتغل تايم ديبندنت مش ستيشنري، وهدوس دن. بيقول انت عايز تسيف بتاع، هقول له طب بص، طب ثانيه واحده ثانيه واحده، ارجع بقى معلش ارجع. ايوه خليني هنا وهفتح واحد جديد اخضر، ده انا مش عايز اقفل ال 2 دي سلندر، انا عايز احافظ عليها تمام. برضو انا عايز اوريكم الريزلتس. ده شكل ال الريزلتس اللي كانت طالعه معانا. ثانيه واحده اوكي. ده كان شكل الريزلتس. انا عايز ارسمها لكم برضو. دي هتبقى تايم ودي هتبقى مانيوال، واختار اللي هو دراج بتاع الاكس. ده كان شكل الفورسز، شايفين بالظبط زي الرسمه اللي كانت طالعه معانا هنا، هي مفيش اي فرق تمام. فلو ملاحظين كده يعني، طبعا هو انا واخد مثلا حوالي 8 ثواني، بس برضو بعمل لها بسم الله نون دايمنشناليزيشن. هي دي ده البيريود بتاعت الويف، يعني كل بي توب هتبقى متكرره كل قد ايه، فهي المفروض كل توب متكرره كل 4 ثواني. فبالتالي التي كابيتال ده الاربع ثواني، فهو يعتبر 8 على 4 يعني حوالي 32، فيعتبر احنا برضو نفس الرينج اللي هو حوالي 30 ثانيه تمام. بس زي ما انا عايز اوريكم كده، ده نفس الشكل بتاع بتاعهم. بس طبعا احنا هنا عشان خاطر احنا مزودين السرعه شويه، عاملينها 5 لان عاملينها حوالي 1، فبالتالي ممكن تلاقي ان كذا بيك حصلت، يعني الفريكونسي بتاعت الويف عندنا اكبر من هنا، بس نفس الشكل يعتبر اتكرر. تعالى بقى نبتدي مع بعض كده ونشوف ازاي نقدر نعمل. ان شاء الله يكون فتح معانا، او بالظبط فتح. انا هعمل بقى نيو هنا، واروح اعمل ويدو ويزرد 2D. بعد كده هروح على فلويد فلو تمام، اختار سنجل فلو سنجل فيز، اختار لامينر واعمل اد، ثم اروح على ستادي، اختار تايم ديبندنت لان عايز اجيب حاجه تتغير مع التايم، وهعمل دن. فاستنى بس يفتح معايا. احنا بس هنحافظ على 2 دي سلندر عشان خاطر بس تبقى معانا ايه، كريفرنس نرجع له ايه في اي وقت يعني واحنا بنحل تمام. فتعالوا كده نبتدي. اول حاجه خالص الجيومتري بتاعتي انا هرسمها. ارسم اول حاجه الريكتانجل بتاعنا اللي هو يعتبر الووتر، فهيبقى الويتس بتاعه حوالي الويتس اللي هو المفروض، تعالى اجيب بتاع اللي هو حوالي، عايز اجيب ايوه حوالي 132. احنا ممكن نروح حتى والله اعملها هنا في البارامترز، تعالوا نعملها في البارامترز نسميها ويتس، هيبقى 132 متر. ثم هعمل الهايت بتاعنا تمام، هيبقى 5 متر تمام. هو في ال
المفروض يعني هو هنا عملها لي 5 متر، والديستنس بتاع السلندر حوالي 44 طبعا، وفي نص الشكل. فتعالوا بقى نشوفها كده، تبقى الديستنس او تعال نشوف حاجه الديامتر بتاع السلندر. الديامتر بتاع السلندر دي حوالي 0.7، تمام؟ فتبقى الديامتر بتاع السلندر 0.7 متر، هو حاجه صغيره. والديستنس بتاع يعني اكس سي مثلا هيبقى حوالي 44 متر زي ما هو قايل لنا بالظبط هنا 44 متر. والواي سي بتاعنا اللي هو هتبقى فين هنا؟ تبقى في النص يعني حوالي 2.5، يبقى 2.5 متر. سوري انا اسف، حوالي 2.5 متر، تمام. حلو، في تاني؟ بس I think دلوقتي احنا محتاجين ده. ماشي، تعالى بقى نروح نرسم كده أول حاجة الريكتانجل بتاعنا. الويتس بتاعه هيبقى الويتس، والهايت بتاعه هيبقى الهايت، ونعمل بيلت. فده شكله حلو. بعد كده هعمل السيركل بتاعتنا اللي هي السلندر، تبقى الريديوس بتاعها اللي هو دي على 2، ماشي. طب والسنتر بتاعها فين؟ هتبقى اكس سي، والدي واي سي زي ما انا عملته بالظبط، اهي هو رسمها هنا. حلو، بس دلوقتي هو انا معايا كريكتانجل ومعايا سيركل. انا اصلا مش عايز السلندر دي، يعني السلندر كسلندر انا مش ملهاش فايده عندي. انا محتاج الوول الخارجي، ده اللي انا هدرس عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي انا هدرس عليه اللي هو الفود الفورسز اللي عليه، مش هدرس جوه. فبالتالي انا مش محتاج اللي جوه ده، فهعمل حاجه زي بوليان. هشيل السلندر دي خالص. طبعا انا بقول لي انت ايه اللي انت عايز تاده؟ والله اد ريكتانجلر. طب ايه اللي انت عايز تعمله سبتراكت؟ انا اقول والله السلندر. طب ايه اللي انت عايز تحافظ على الانبوت اوبجكت؟ لا انا مش عايز، انا عايز اشيل السلندر اصلا. طب انت عايز تحافظ على الانتيريور باوندري؟ اه بالظبط. فاعمل بيلد سيلكت، فبالتالي هو شال كده السلندر. بس تعالى بقى نروح كده مع بعض كده، خلاص احنا خلصنا الجيومتري بتاعتنا. ممكن بعد كده نعمل حاجه اسمها اكسبليسيت فانكشن، او يعني اكسبليسيت نيم سيلكشن، ده عشان بقدر اقدر اسمي الحاجات قبل ما اخش، وده انا بحسه بصراحه بيبقى احلى شويه. رحنا على ديفينيشن هنا، ورحنا على، لا هي مش من هنا، انا ممكن غالبا نجيبها منين؟ ثواني اقول لكم. ثانيه واحده، هي المفروض كومبوننتس مثلا. لا ثانيه واحده، ثانية واحدة، خليكم معايا، تمام. نكمل. معلش انا عرفت خلاص المشكلة هي في جيومتري، هنعمل بس في السلكشن حاجة اسمها اكسبريس السلكشن، ده بس بتسمي الحاجات قبل ما تشتغل عليها، وده أفضل ليا. أنا بصراحة أختار مثلا هنا شوية حاجات اللي هي بدل دومين تبقى باوندري، أختار مثلا دول ودول، هسميهم إيه؟ وول، أو الوولز بتاعتي، وهعمل بيلد سيلكت، ماشي. حلو أوي. بعد كده برضو هعمل هنا في الجيومتري حاجة اسمها برضو سيلكشن، اسمها اكسبليسيت سيلكشن، اختار برضو باوندري، اختار ده واسميه قلت، تمام. حلو، بعد كده برضو اروح على الجيومتري هنا واعمل سيلكشن، دي حاجه زي نيم سيلكشن كده في انسز، لو حد اشتغل على انسز يعني كان هيلاقي ان ده بالظبط زي انسز. اروح هنا اختار دي واسميها اوتلت، وده بصراحه بيسهل عليا بعد ما بختار. طبعا الكونسول مش لازم تعمل كده، هو بيديك سماح ان انت اصلا تختار اثناء وانت بتحدد الفيزيكس، بس بصراحه انا بحب اسهل على نفسي قبل ما احل يعني، تمام. بعد كده نختار بقى السلندر بتاعنا برضو باوندري، فنختار دي هو ده وده وده وده، واسميها السلندر، تمام. بس كده المفروض انا خلصت كده. نروح بقى على الماتيريال. الماتيريال محتاج احدد الماتيريال بتاعتي هي، وهي الووتر، صح كده؟ انا هحل ووتر، فتروح على ماتيريال وتعمل اد ماتيريال، وفي البلت ان هنا بتنزل في الاخر خالص هتلاقي هي ووتر ليكويد، وتعمل اد كومبوننت، تمام. بس هتلاقي اتضافت للدومين كله، هو دومين واحد اصلا اللي عندنا، تمام، مفيش مشكله. بعد كده الخطوه الثالثه، انا بعمل المش الاول بصراحه، ممكن نعمل نورمال مثلا ونشوف ايه اللي هيحصل، اخليها هي، هو فاهم ان دي فيزكس، ده ووتر وده سلندر، فتعال نشوف هو عمل ايه. بص لو ملاحظين هتلاقي هو عمل حتى باوندري لاير عند الوولز، وعمل كام باوندري لاير كويسه عند السنتر. انا شايف والله ده حاجه كويسه ورقم كويس برضو، مش محتاجين اكتر من كده. يعني كمبدئيا للحل يعني. فتعالوا كده خلاص خلصنا، مش نروح بقى على هنا لامينر فلو. انت محتاج بس ما يعني مش نعمل اي حاجه هنا خالص، ولا حتى الفلو، تمام، مفيش اي مشكله، تمام. انا بس هنا ولا في الانيشال برضو، تمام. الوول ماشي مفيش مشكله، هو معدل كله وول. انا بقى طبعا لا، هو لان انا عندي حاجه تانية، عندي زي القلت، والله القلت بتاعتي هتبقى هي القلت بتاعتك. طب القلت بقى هي ايه؟ بص اول حاجه مبدئيا كده انا هروح كده بسرعه اكتب لكم الفانكشن بتاعتي. انا الماجنيتيود بتاعتي هيبقى 5 متر بير سكند، ماشي. حلو قوي، ماشي. بس هو قالها تمام مفيش مشكله معايا.
بعد كده هعمل ويف بقى، الويف دي اللي هي الساين ويف بتاعتي او الويف بتاعت الووتر بتاعتي. فتعالى كده نروح نعملها. مثلا اول حاجه هروح هنا على جلوبال وهحط في الفانكشن واعمل حاجه اسمها ويف فورم. ويف فورم هتبقى ساين ماشي مفيش مشكله، لو عملتها بلوت كده هيبقى ده شكلها. طبعا انا مش عايز كده، انا عايز يبقى كل ما بين كل دي ودي يبقى حوالي 4 ثواني. فانا المفروض اللي هغير في الفريكونسي بتاعتي وهي ان انا اخليها مثلا، تعالى انا عارف الرقم الاساسي بس انا اجرب معاك، انا هخليها 1.5. فتلاحظ كده ان بص بدات هنا دي بقت 1، البدايه بص دي برده هنا دي بقت 1 وشويه، يعني الفرق بين دي ودي حوالي برده ايه بسم الله 4 ثواني، يعني 4 ثواني وقت او اقل من 4 ثواني شويه. بس انا برده خلي بالك انا هعمل ابسليوت فدي هترفع لفوق، فبالتالي المفروض اقلل مش ازود، فخليها 0.75 واشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي مثلا دي ودي حوالي ماشي ممكن نقول مثلا يعني حوالي 4 ثواني، ماشي ممكن تبقى 4 ثواني فعلا. بس هو ده اللي انا عايزه دلوقتي. المفروض طبعا انا هعمل ابسليوت، فبالتالي بدل ما تبقى كده هتبقى شكلها عامل كده. انا ممكن اطلع لكم البينت مره تانيه هتبقى شكلها عامل كده بدل ما هي كانت عامله كده. فبالتالي دي اللي تحت دي اترفعت لفوق لان انا عملت ايه ابسليوت. تمام. بس فتعالوا بقى ايه نروح بقى نطبق الكلام. طبعا اسمها ويف فورم. فهروح هنا في الالت وهضربها في الويف واحد، ده اللي اسمها ان هو اسمها ويف واحد اهي. بس طبعا فانكشن في التايم. طب والتايم المفروض الويف دي بتاخد انجل او بتاخد راديان، والراديان ده ملوش دايمنشن. طب التايم ده ليه دايمنشن، فبالتالي هضربه في واحد على ثانيه عشان الثانيه يروح مع الواحد على الثانيه فمبقاش فيه دايمنشن. بس طول ما هو اللون الاكسبريشن ده اسود هنا مفيش مشكله. طب لو مثلا تعالى نعمل حاجه كده حلوه، انا مثلا اعمل دي كده بص احمر يقول لي فيه غلطه عندك فقلبها احمر. طول ما هي اسود لو رجعت ثاني كده اللي هو السكوير براكت قلبها اسود فده ان انا صح. تمام حلو كده انا خلصت دي. طب برضه في ايه، في حاجه اسمها فولي ديفولبد فلو، في حاجه اسمها انت يعني معنى صح اللي هو ايه مش فولي ديفولبد اللي هو يبقى زي كونستنت فلو. انا عايز يبقى في فولي ديفولبد فلو ان الفلو داخل هنا على السلندر شكله افضل شويه اللي هو شكله معمول يعني الوولز دي فين واخده من البتاع. يعني بص شكلها عامل ازاي، لو مثلا لو ده ال لو ده شكل البتاع بتاعنا فالفلو لا الا هيخش كده كونستانت كل حاجه واحده لا الا هيخش كده. انا شايف ده احسن شويه، يعني هو قريب من الوول خليه بزيرو وخلي فيه ديستريبيوشن كده شكله حلو زي الموجه فعلا. فانا هعمل حاجه اسمها فانكشن اسمها مضروبه في واي مضروبه في اتش ناقص الواي، والكلام ده كله مقسوم على اتش سكوير. تمام دي كده مش فانكشن زي بارابولا تديني الفولي ديفلوبد. هدوس هنا تلاقي حتى ما عمليش مشكله. بس كده خلصت ال نروح بعد كده. طبعا الاكسبريشن دي انت ممكن تعمل اكسبريشن تاني زي ما انت عايز، اعمل ويف تاني زي ما انت عايز برضه هي ما فيهاش مشكله. بس دي انا عملتها وكانت طالعه احسن حاجه واقرب حاجه للمساله بتاعتي. بعد كده احدد الاوتلت، والاوتلت اختار من هنا اوتلت. شوف بدل بقى ما اختار من هنا لا انا بختار على طول من هنا وهو فهم ان هي دي ايه من السلكشن، هي فهم ان هي ايه هي دي الاوتلت. طبعا الجيج بريشر بتاعه هيبقى بزيرو. بعد كده اللامينر اختار بقى بعد كده الوول بقى بتاعت السلندر بقى. فبص بدل ما اختار دي من هنا يعني ممكن اختارها من هنا على طول اهي، بص ممكن اختارها من هنا بس بدل ما اقعد اختارها بقى على طول هي سلندر مره واحده حطيتهم كلهم مره واحده. طبعا هتبقى نو سليب، والوول دي كمان اللي هم اللي فوق واللي تحت دول ايه هيبقوا نو سليب. تمام والمش تمام. نروح بقى الاستادي، الاستادي بتاعنا هيبقى الرينج بتاعنا بيتغير من بوينت 1 ممكن يبتدي بيه بس انا بعد فتره لازم اقلل، يعني انا بعد فتره هقلل شويه. تمام بصوا انا الرينج برضو بتاعكم عايز اوريه لكم في المساله اللي انا كنت عاملها. طبعا ده ممكن برضو على حسب الـ 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 يعني امكانيات جهازك، بس انا بصراحه مشيت بوينت 2 الاول لغايه 3.4. طبعا ده رقم افتراضي من عندي 3.5 ثانيه مثلا في الاول خالص عما مثلا يكون وصل لغايه هنا. بعد كده بدات بقى لا احل بوينت 0.02 لغايه ما وصل ل 30 ثانيه. فناخد دي كده اللي هو ايه حل بوينت 2 يعني من 0 لغايه 3.4 مشي بوينت 2 بوينت 2 يعني 0.2 بوينت 4 بوينت 6 بوينت 8 1 وهكذا لغايه لما وصل 3.4 فخلاها بقى 3.42 3.44 3.46 تايم ستيب بقت بوينت 02. فناخد ده كوبي كده واروح احطه في البتاع بتاعنا. غالبا كانت كونسول كانت عامله كده برضو في المساله اللي هي كانت فلو اراوند سلندر يعني، فعشان كده قلت ممكن دي تبقى احسن حاجه يعني. بعد كده هعمل بقى ايه بس كومبيوت، ده اللي انا هعمله. هستنى بقى شويه شوف ايه اللي هيحصل، لان طبعا بياخد وقت مننا وقت كتير كمان. ف بس اللي احنا ممكن نحاول قد ما نقدر نستنى. بس انا شايف ان احنا لا خلاص انا اعتبر خلاص خلصت الحل، هعتبر نفسي ان انا خلصت الحل وده اللي هيطلع معايا. تمام بعد ما خلصت الحل ده اللي كان هيطلع معايا، هيطلع معايا الفلوستي. ده طبعا انا عندي في الفلوستي في سيرفيس وفي ستريم لاين وفي الرو سيرفيس. انا هعمل ديسيبل ده
وهقول لك ده اول حاجه تظهر معاك الانيميا، هو ده اللي هيظهر معاك. بص لو ملاحظين كده دي البدايه مثلا عند ثانيتين، تمام؟ لو انا عايز مثلا اختار عند اي وقت انا عايزه من اول 0 لغايه 30 ثانيه اقدر اختار من هنا على طول، اختار مثلا دي واعمل بلوت ارسمها لي. بس طبعا تعالى نمشي واحده واحده كده، انا همشي مثلا من اول 0 وهمشي بقى بالسهم ده كده. بص ده كده عند 0 ماشي، تلاقي ان بدات فعلا الويف تخش اهي، تخش لغايه لما حصل ايه بقى. يعني بص انا عايز اوريكم ايه، يعني كده الويف بدات تخش كده اقصى قيمه للويف، كده الويف بدات تقل تاني، شوف بدات تقل اهي اهي مبقاش في فلو، بعد كده بدات تزيد تاني ثم هترجع تاني ازرق، بدات تقل 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 تقل. شايفين شايفين ان خلاص مفيش فلو بقى، خلاص طالع من هنا مفيش فلو، طالع من عند القلة تمام، بس في فلو ستيل. ما دام مفيش فلو عند القلة بس لسه في فلو الباقي بتاع الويف السابقه حوالين السلندر، وده اللي واضح من هنا. ثم تعالى مثلا نبتدي شويه، بعد كده بدأت الويف التانية تخش، فبدأ الفلو حوالين السلندر يتغير. بعد كده بدأت، بص هنشوف اللي هيحصل، تبدأ ايه، عايز اوريكم اللي هيحصل مرة تانية. هتلاقي بقى كابل الويف بدأت تقل خلاص بقى، بص ترجع تاني للزيرو، مفيش فلو داخل بقى. شايفين بقى ان بداخل وقت اطول قد ايه، لان التايم ستيب بقت 3.02. بص بدأت تقل اهي، شايفين الازرق، الازرق ده معناه ان هو زيرو. بص بدأ هنا يبقى زيرو، بص هنا بدأت تبقى، انتوا شايفين لغاية لما بس تبتدي من ستة، بعد ستة تلاقي بدأت تزيد تاني وهكذا ثم توصل لغاية سبعة، فهي بتاخد حوالي ثانية معانا تمام. بس ده كده، ده كده الفلوستي. لو انا عايز مثلا ده كده لو كنتور، طب انا عايز اعرض مثلا ستريم لاين، فده شكل الستريم لاين اهو تمام. مثلا ده كده نبدأ نخش، نخش حتى نشوف الستريم لاين حوالين السلندر عامل ازاي، حتى الفلو بيتكرر شكله بيتكرر. تاني حاجة معلش أنا نسيتها، أنا نسيت حاجة هنا، أنا ممكن أوقف الحل بس ثانية واحدة، انا نسيت حاجه، عارفين هي ايه؟ ان انا هنا في القلة المفروض كنت احط هنا ابسوليوت، لان انا كده هخلي الفيلوسيتي بالماينس، لان الويف دي ساين ويف. وانا افتكرت ليه دلوقتي؟ عشان هنا لو بصيت الدو دي سلندر هلاقي هنا بسرعه كده في القلة بتاعي متعرف الفانكشن ابسوليوت، طبعا عشان خاطر يبقى اخلي كله بالموجب، لان الويف عندي هنا لو عملت لها بلوت ده شكلها في بالماينس اصلا، ازاي بالماينس؟ لازم تبقى بالبوستيف، يبقى كله بالبوستيف مفيش فيلوسيتي. يعني ايه فيلوسيتي بالماينس؟ يعني انا بترجع، لا ازاي يعني تمام؟ يعني هل مثلا الفلوستي بالماينس يعني معناه ان انا ايه؟ لو انا مثلا عندي بتاعتك كده فبالتالي الفلو هيروح وبعد كده يرجع تاني، في باك فلو، لا انا عايز كله يخش بس يزيد ويقل، يزيد ويقل، يزيد ويقل، زي ما هو واضح معانا في الريزلتس تمام؟ يعني هنا حلينا صح، بس هي كانت لما كنا لسه عاملينها دلوقتي كانت فيها بس حته الابسوليوت دي. ماشي، ده كده شكل الستريم لاين بتاعنا. ممكن لو فضلنا ماشيين مثلا بص التغير تمام؟ طب ده كده الستريم لاين. طب برضه ممكن نشوف الرو سيرفيس بتاعنا، انا بس هعمل لده ديسيبل وهعمل ده انيبل تمام، وهرجع هنا. بص ده شكل الفيكتور حوالين السلندر، شوف ليه بيزيد بعد كده يقل، يزيد ثم يقل، يزيد ثم يقل، بص شايفين تمام. وده البريشر انا هعمل ده برضه ديسيبل، ده برضو عندك، انت عندك الكونتور وعندك ستريم لاين. تعالى نعمل مثلا نشيل الستريم لاين، ده شكل الكونتور بتاعنا تمام، مش سيرفيس كونتور، ده هو كونتور بس. طبعا ده عند 0 ثانية، بعد كده هتلاقي بص برضو بيبدأ يتغير، بص حوالين السلندر شايفين، ويبدأ بقى يتكرر تمام. بس تعالى بقى ايه، انا عايز اعرض الريزلتس بتاعتي، فانا هعملها ازاي؟ اول حاجة انا عايز احسب الايه، الانتجرال بتاع البريشر وبتاع الشير ستريس اللي على بسم الله الرحمن الرحيم، البريشر والشير ستريس اللي على السلندر ديت، عشان اقدر احسب الفورسز في اتجاه الاكس واتجاه الواي. فده ممكن نعمل اول حاجه بسم الله نروح على الريزلتس بتاعتنا، عايز احسب بقى الجدول ده بقى اعمله ازاي. انا رايح على الريزلتس اهي تمام، واعمل مور داتا سيت، واعمل حاجه اسمها اتش دو دي، انا عايز ايه اختار اصلا الاتش ده انا عايزه، فوالله اختار ده. بس ممكن من مره هنا اختار، لا انا عايز ممكن نختار ديهم ده وده وده
وده اللي هم الاربعه اللي هو السلندر دول انا عايزه. ماشي، يقول لي مفيش اي مشكله معايا. بعد كده اقول له والله طب بص بعد ما تعمل بقى دي اعمل لي عليه انتجرال. يقول لي ماشي هعمل لك عليه انتجرال. طب انت عايز بقى انت تعمل انتجرال عليه؟ هو والله على الايدج اللي هو 2 دي 3 اللي هو كان ده، هو كان لسه مختار اللي هو ده، اعمل لي عليه انتجرال. يقول لي ماشي مفيش مشكله، عملت عليه انتجرال. بعد كده اقول له مثلا اعمل لي بقى احسب لي بقى الانتجرال ده، اعمل بوينت ايفالويشن. يقول لي انت ماشي عايز تحسب بوينت ايفالويشن بس على ايه بالظبط؟ اقول له والله على انتجرال 3. يقول لي طب اكتب لي الاكسبريشن اللي انت عايز تحسبها. الاكسبريشن اللي عايز احسبها دي اللي هي تبقى ديت اللي هو اس بي تي في تي، التي ده يعتبر هو الفورس بس او يعني الستريس ريزلت ريزلتنس في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. انا مثلا عايز احسب اللي في اتجاه الاكس بس، انا مش عايز الليفت، انا عايز الدراج. فروحت هنا والله احطها كده. حتى بص هو عارف اللي هو نيوتن بير متر اللي هي طبعا عشان ده 2 دي فبر يونت ايه بر يونت ويدث، بس هو كده حسبها لي. فاعمل بعد كده ايفالويت، هيحطهم لي في حاجه اسمها تيبل 4 اللي هي الشكل ده. تمام، ده شكل ال ده شكل التايم وده شكل التيبل. فانا عايز التيبل ده برضو ارسمه، يعني انا مش عايز بس حتى اعرضه كنتيجه، انا عايز ارسمه كمان. طبعا ممكن تاخده بره بس انا بصراحه عايز ارسمه. فده لو رسمته بس هتلاقيه اداني الشكل ده، بس تغير التراك فورس مع التايم. فعلا واضح من اللي كان طالع معانا في البيبر بالظبط زي ما انتم شايفين كده. تمام، حاجه تانيه وهي ان انا اقدر بسم الله ان انا اقدر زي ما قلت لكم اعمل له اكسبورت. فده تعمل اكسبورت اهو زي كده ده كتي اكس تي فايل او سي اف سي او اكسل زي ما انت عايز تعرضه وترسمه بعد كده بره يعني. تمام، تعالى مثلا نعمله اكسل مثلا ونحطه في الديسكتوب واسميه مثلا اكس فورس. تمام، ممكن شيت 1 اكسل سيف، مش شيت 1 عشان هو بياخد وقت بس معانا. المفروض هو كده خلص. تعال بنروح على الديسك توب كده نشوف ال اكس فورس اهو. تعال نفتحه. طيب هو فعلا عمله لنا اهو طلعه لنا. وانا اعمل مثلا لو عايز ارسمهم برضو هنا اعمل انسيرت مثلا وتعال نشوف كده لو ارسمه. بيرفكت اهو طلع معانا بالظبط، ده الدراج فورس وده مع التايم. مفيش اي حاجه، لا تطلعوا ترسموا هنا لا تطلعوا ترسموا في كونسول، شوف انت عايزه ما تلعب اللي انت عايزه. تمام، يا رب يكون الفيديو مفيد وان شاء الله نتقابل فيديو جديد باذن الله. انا بفكر الفيديو الجاي ان احنا نحاول نزود عدد السلندرز، سواء هو عامل كده نبدا نشوف تاثير السلندرز على بعض. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.